فوزية؟ لكان مطبولة الدنيا ومطبولة الحارة بجوازة أبو شهاب من شريفة، وقال اليوم عم يحكوا بالذهب. والله ورح يتجوز العقيد أبو شهاب. ها هطقني بس لو كان عندي بنت تاني كنت عطيته إياها وبدون نقد. تعطي إياها بدون نقد هي؟ إيه ليش لا؟ أبو شهاب رجال وقبضاي، مو مثل صهري تشتوش. إيه لا أنت التانية، ما في تشتوش وجوزي أبو بدر موجود. إيه لا جوزك مو تشتوش، طرطوش. أما عصام ما نطالع لخاله أبو شهاب، لك حتى لأخوه معتز ما نطالع. لك والله المرة ما بتحب الرجال التشتوش. إيه والله المرة منا لا بتحب الطرطور ولا التشتوش. آخ آخ يا فريال خانوم، على ما يجي شي نهار يلطشني فيه أبو بدر كف على بوزي، هر اللي استاني والله أبلاني.